الأوروغواي دولة في أمريكا الجنوبية وعاصمتها مونتفيديو. الأوروغواي بلد صغير جدا جدا يا جماعة، عدد سكانها 3.5 مليون، يعني قد اسكندرية قد جدة قد عمان، بلد صغيرة جدا جدا جدا. تحدها البرازيل من الشمال الشرقي، يعني لف حواليها كده، من الشمال الشرقي البرازيل، ومن الجنوب الشرقي المحيط الأطلسي، ومن الغرب الأرجنتين. بس أقرب حاجة لها هي البرازيل. البرازيل لاصقة فيها جدا جدا، لدرجة ان في حديقة بين الأوروغواي والبرازيل مشتركة مع بعض، نفس الحديقة، تبعت في الحديقة وشايف البرازيل وشايف الأوروغواي. الأوروغواي بلد جميل جدا جدا، جميع الدول العربية تحتاج تأشيرة لدخول الأوروغواي. الأوروغواي مليانة عرب، فيها لبنانيين، فيها سوريين، فيها مصريين، ومشهورة بتربية الأبقار، وهناك مصانع كتير للجبنة والحليب، لأن البلد تهتم بتربية المواشي والأبقار، وفيها مزارع كتير جدا جدا جدا. بلد جميل جدا جدا، مدمنين على أكل اللحم المشوي مع الجبن والبيض. تخيل بلد كاملة ما بيأكلوش اللحم إلا مع الجبن والبيض. اللغة الأساسية داخل البلاد هي اللغة الأسبانية، وتوجد اللغة الإنجليزية لغة تانية موجودة في المناطق السياحية والفنادق والمطاعم. عملة الأوروغواي هو البيزو، زي البيزو الأرجنتيني، البيزو الأوروغواي. وهي تتميز البلد بعض العادات مثل الأرجنتين، وبيعشها حاجة اسمها كرة القدم، وعندهم سباق الخيل بعد كرة القدم على طول. البلد جميل جدا جدا يا جماعة، وعدد سكان قليل. البلد سياحي وليس للعمل. احنا قلنا قبل كده ان دول امريكا الجنوبية ليست للعمل. دول امريكا الجنوبية كلها، وبكرر تاني، مشاريع واستثمارات. الأوروغواي بلد جميل جدا جدا فوق ما تتخيله، تحس انك في باريس، تحس انك في اوروبا. اي واحد مع اقامه في الارجنتين يقدر يخش الاوروغواي من غير تاشيره، واي واحد مع اقامه في البرازيل يقدر يخش الاوروغواي من غير تاشيره. ولو انت موجود في البرازيل ومعكش اقامه، يعني معك بروتوكول، تقدر تخش الاوروغواي. الحدود جنب بعضها، وانتظرونا في الحلقات القادمه. السلام عليكم. اللي ما يعرفنيش، انا علاء الدسوقي، مصري عايش في امريكا الجنوبيه. اشتركوا في القناه هنلف العالم.